احتفلت الرعية الكلدانية بعمان بختام صوم البعوثة، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي. ترأسه قدس الأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن، ومشاركة عدد من الشمامسة وجوقة المرتلين، حيث رفعت فيها الصلوات لأجل السلام في العالم أجمع والتمنيات بدوام الأمن والاستقرار للأردن العزيز. بارك يا رب عبادك وحن على الكل وقوي معونة حبائك وعن الكل. بارك البيعة المقدسة بالأنعام المبتاعة بدمك الحي مخلص الكل، واستر أولادها بصليبك ساتر الكل من مكائد العدو وارحمنا.